أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: ما أقل عدد تصح به صلاة الجمعة؟ صحيح أن تنعقد صلاة الجمعة بثلاثة فأكثر، أنها تنعقد بثلاثة فأكثر، وذلك لأنه لم يصح في اشتراط عدد معين أكثر من الثلاثة، لم يصح به دليل، وإنما هي اجتهادات من الفقهاء وآثار رحمهم الله لا تصل إلى حد اشتراط العدد المعين. نعم.